رأيك يا أستاذ محمد؟ بص يا كابتن جمال، النهاردة الجمعية العمومية لنادي الزمالك في رسالة قوية جدا 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 للي عايز يسمع ويفهم. النهاردة كان جه جوه النادي 70,000. ده الخميس فعلا. لا مش الخميس، ما الخميس اللي فات كانوا اللي تعدهم طلعوا 20 واحد يا جمال. عشان هو يا كابتن جمال، عشان هو جه النادي، عشان مرتضى منصور كان موجود. الناس بتحس بالأمان، بتحس بأن في حد بيحمي النادي لما مرتضى منصور يبقى موجود جوه النادي. 70,000 النهارده، دي رسالة قوية جدا 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 للي عايز يفهم واللي عايز يسمع، واخد بالك؟ ف امبارح مثلا تعد 20 30 واحد كانوا في النادي، وهكذا طول الأسبوع. الخميس اللي فات نفس الطريقة. فعايز أقول لك بس قبل ما أنسى، عشان الفيديو اللي فات يمكن تهنا شوية، احنا طبعا النادي فريق الطايرة اللي خد المركز الثاني وصل النهائي، وفريق الانسات المحترم كل بنت فيهم تتوزن ذهب، مش تاخد مديله ذهب، تتحط على ميزان ذهب. عايز اقول ان احنا برضو بنعيد تاني ان احمد مرتضى منصور اللي طلع عينه وعين اللي جابوه والشتم واتقال فيه ما في الخمر عشان خاطر الزمالك خسر ماتش ولا ماتشين ولا بطوله ولا بطولتين، النهارده لما بيحصد البطولات كله ساكت وقافل بقه. عايزين نشكر تاني احمد مرتضى منصور، وعايزين برضو نشكر الكابتن احمد عبدايم، ونشكر الكابتن علاء فهمي، الجنود المجهوله اللي كانت ورا البطولات دي.